اليوم الدكتورة نبراس بتعدل مزاج الوي بالزعفران والعنبر إن شاء الله في نبراس كلينيك. طبعاً الحين ممكن تشرحي لي دكتورة إيش قاعد تسوين؟ دا نسوي الفيتامينات والبروتينات المعادن وإضافةً على العنبر والزعفران حتى يكون يتمهد للبيبي جلو. البيبي جلو هل لها تأثيرات جانبية بعدين؟ لا أكيد ما بيها، لأن المواد دا تدخل ما تدخل عميق جداً، دا تدخل بس في سطح البشرة. فالآن تخلي لكم الماسك، ماسك الشد أو ماسك البوتوكس اللي يشد البشرة. نخليه على قشرة كلش خفيفة، بس بنهاية 5 دقائق حشوف الوجه كلش مجدود. نشوف شنو الرياكشن. 1 2 3 حاجة طبيعية ولكن توحيد اللون. طبعا النتيجة حتبين أفضل وأفضل بعد يوم يومين. طبعا معلومة حلوة دكتورة نبراس، يعني هي معروفة في أمور كثيرة، إذابة الدهون، الناس تتعنى من برا لندن تجيها، من برا بريطانيا تسافر وتجيها. فأنا أشكرك وايد أنك أنت سويتي، ما خلت الفريق يسوي لي البيبي جلو، هي بنفسها أشرفت على الموضوع هذا، جزاك الله ألف خير. نتيجة وايد حلوة، كل من يشاهد هالفيديو هذا يحصل على نفس هذه النتائج وأفضل من كذي. خلال فترة الصيف أيضا مسوين عروض خيوط الكولاجين وعلى الأجهزة مختلفة عندنا. نعم عندها أجهزة مختلفة وعندها تريتمنت خاص نسائي اللي بعد الولادة، المشاكل اللي تصير بعد الولادة. صحيح. النساء سلسل بولي. نعم. شد العضلة اللي المنطقة الحساسة للنساء. ما قصرتي دكتورة، شكرا جزيلا.